السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر من قناة العيون. كشفت صحيفة الإلكترونية تامورت أنفو في نشرتها اليوم الأربعاء النقابة عن الصلات الوثيقة بين الدولة الجزائرية والبوليساريو، مشيرة استنادا إلى العديد من المصادر الجزائرية وخصوصا الدبلوماسية، منها إلى أن الجزائر تتكفل بكافة نفقات تندو فوق التراب الجزائري. وكتبت صحيفة الإلكترونية أن جبهة البوليساريو تسد جميع نفقات التنظيم من ميزانية الدولة الجزائرية. كما نقلت تامورت أنفو عن رئيس حكومة جزائري حكومة الجزائر سابقا قوله أن هذه الميزانية التي تدفعها الجزائر خيالية ولكنها تظل طي الكتمان. في شأن المحلي، شهدت مدينة الوطية تنظيم الملتقى الأول للشباب السينمائي من طرف جمعية رباط الأخوة للتنمية. التظاهرة الثقافية تسعى لنشر الوعي بالثقافة السينمائية والتعريف بالمؤهلات الطبيعية والبشرية للأقاليم الجنوبية. في المتابعة عياد سرتي، محمد مشنان وعبد الرحيم حاجي. نشر وترسيخ الثقافة السينمائية بالأقاليم الجنوبية شعار الملتقى في دورته الأولى، فعالية سعت إلى إعطاء نفس جديد لإبداعات شباب الأقاليم الجنوبية عبر تكريس وإذكاء روح المنافسة وخلق فضاءات للحوار وتبادل الخبرات بين الهواة والمحترفين في المجال السينمائي. الملتقى كيعرف حضور مجموعة من الممثلين مخرجين سينمائيين وجوه بارزة على المستوى الوطني، كذلك تم إصدار كتاب فيزياء السينما، قراءات في الموجة السينمائية للدود ولا السيد، كتاب تم تقديمه من طرف مجموعة ديال الدكاترة، بالإضافة إلى أنشطة أيضا موازية. يمكن ترسيخ ثقافة سينمائية بالأقاليم الجنوبية أولا انطلاق من استغلال فضاء الصحراء كفضاء يمكن أن يتم استثماره على مستوى الصورة، ثم أيضا كفضاء يمكن استثماره على مستوى التيمات المستوحاة من ثقافة الصحراء باعتبارها أنها ثقافة تتضمن بعدا إنسانيا عميقا ضاربا في العمق الإفريقي. فعالية الدورة الأولى للملتقى تميزت بعرض مجموعة من الأفلام تناولت موضوع الصحراء كتيمة أساسية، كما شهدت عقد مجموعة ورشات تكوينية في مجال كتابة السيناريو والعمل السينمائي عامة، إضافة إلى ندوات وعروض فكرية. حفل الختام تميز بتكريم مجموعة من الأسماء الفنية المحلية والوطنية. أظن أن هذا التكريم هو تكريم للسينما الصحراوية، هو تكريم لكل الفعاليات التي تهتم بهذا المجال. أحسن تكريم وهو أن الإنسان يكرم بين أهله وذويه. تبارك الله على الشباب، يعني عندهم واحد الروح ديال أنهم باغيين يطوروا هذا الملتقى هذا. تبارك الله، كاين كفاءات، كاين تنظيم في المستوى، كاين الافتتاح في المستوى. والجميل هو هذه الدورة الأولى ديال هذا المهرجان اللي دايره واحد الجمعية دي شابة، واللي في حق نضلات بأنه تنشوفوا الحفاوة والاستقبال وزعما بجميع وبمسائل اللي نقولوا يلا عاد بداو، وتنتمنى ان شاء الله في المستقبل يكون المزيد. تظاهرة سينمائية امتدت على مدى 3 أيام يسعى منظموها إلى أن تصبح تقليدا سنويا، من شأنه أن يعطي دينامية جديدة للفعل السينمائي محليا ووطنيا، هذا فضلا عن التعريف بالمؤهلات الطبيعية والبشرية وكذا الموروث الثقافي المتنوع للأقاليم الجنوبية. في أخبار المواسم الدينية، أحيا أبناء حفدة الولي الصالح عبيد سالم جد فخضة العبيدات لقبيلة يقوت موسمهما الدينية السنوية بمنطقة خنيق مسعود شرقي طنطان. إحياء نسخة هذه السنة تميز بحضور العديد من أعيان قبيلة يقوت، بالإضافة إلى مدعوين من مختلف القبائل الصحراوية. سلك رحال عبد الرحيم حاجي. بحضور المئات من أبناء وحفدة الولي الصالح عبيد سالم، يتم إحياء نسخة جديدة من الموسم السنوي لهذا الولي بمنطقة خنيق مسعود شرقي طنطان. الولي الصالح عبيد سالم، وبحسب الروايات التاريخية، عرف بالعلم والورع ومساعدة المحتاجين منذ عدة قرون، مناسبة لصلة الرحم بين أبناء وحفدة هذا الولي الصالح.
هذه القبيلة جاءت من الطنطان ومن المسيد من تلمزون من العيون الولاية العيون من بوجدور فيهم اللي جاي من الداخل الأقلبية جاي من أكادير هذو كلهم ومن أعيان القبائل ومن قبيلة يقوت شيوخها كبارها قبيلة بالأخص عرش العبيدات خصيصا هو القائم بهذه المهمة الكل راس سنة يجوا هون يزوروا ويعبروا عن جدهم ويطلبوا لمولانا ونرجو الله أن يرحمه رحمة واسعة وعن سائر المسلمين جميعا. التواصل اللي هو بين العرش ثم كذلك تجديد المعرفة وتجديد التعارف وربط الصلة بين جميع المناطق اللي هي السمارة وقدير وبوجدور واللي هي عندها رابطة بعبيد سالم عظة وتذكرة لهؤلاء الأولياء الصالحين الذين طبعا كانت لهم قدم ساق في هذه المناطق ثم كذلك يعني تجديد أواصل الصلة والتواصل بين أطراف القبيلة وتجديد يعني ومناقشة كل ما يتعلق بأمورهم. جدير بالذكر أن زوايا بمختلف جهات المملكة تحظى باهتمام كبير من طرف المملكة لما لها من دور في ترسيخ التضامن والتكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع. في موضوع آخر وبشراكة من وكالة تنمية أقاليم الجنوب نظمت جمعية زاوية الولي الصالح سيدي مسعود البعيطاوي ملتقاها الديني السنوي وذلك تحت شعار تثمين الموروث الديني والثقافي والتاريخي رافض للتنمية بالمنطقة وذلك بدوار الفيجة بجماعة الشاطئ الأبيض القروية بإقليم كليميم. المزيد رفقة حجاب تامك ومحمد فاضل عبيدة. بدوار الفيجة بالجماعة القروية الشاطئ الأبيض نظم هذا الملتقى الديني السنوي حيث تم الاطلاع على بعض المشاريع المبرمجة تهم بالأساس مشروع أشغال تعميم شبكة الكهرباء وبناء بعض الطرق والمساهمة في تمويل مشروع تزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب ومشاريع الاقتصاد الاجتماعي كما تمت زيارة معرض يضم مجموعة من المخطوطات التاريخية والاطلاع أيضا على بعض المنتجات المحلية. عادة ما تكون مثل هذه الملتقيات تأخذ بعد تقليدي في تمتين أواصر غايته تمتين أواصر قرابة وعراء الصداقة بين أفراد القبيلة لكن اليوم ولله الحمد أخذت تأخذ بعدا حضاريا أكثر. هو موسم سنوي نربط من خلاله الماضي بالحاضر ونستحضر مجموعة من المعطيات التاريخية التي تربطنا بهذه الأرض الطيبة. يوم ولله الحمد توجت فعاليات المنطقة الديني السنوي زاوية الولي الصالح سيدي مسعود البعيطاوي بالفيجة بتقديم مشروع هام وكبير كنا نطمح إليه من زمان وهو أول ركيزة من ركائز البنية التحتية ألا وهو تعميم الربط بشبكة الكهرباء مشروع ضخم وكما رأيتم بتكلفة مالية فاقت 6 ملايين درهم هو أول نقطة في المخطط الجماعي. ويشكل هذا الملتقى الذي دأبت زاوية الولي الصالح سيدي مسعود البعيطاوي على تنظيمها لتكريس سنة التواصل وتجديد صلة الرحم والتشاور مع أبناء المنطقة حول مختلف القضايا الآنية والمتعلقة بتنمية هذه المنطقة. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم يحظيه للسالك والمحمد سالم الفقيد ينتمي لقبيلة سيد الحسن لميسات الزكارة وقد كان قيد حياة أحد أفراد المقاومة أعضاء جيش التحرير. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. قراءة في الصحف الوطنية صدر يوم غدنا الخميس في تقرير لمحمد نوار. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس من يومية الأحداث المغربية وكتبت ينهي يوم غد الخميس جوناثان المساعد الأول للمقرر الخاص عن وضعية حقوق الإنسان زيارته للأقاليم الجنوبية وذلك للاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع بالمنطقة وتفنيد الدعاءات الموالين لجبهة البوليساريو التي تروج لوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي لا يعدو أن يكون مجرد كذب. وأضافت الأحداث المغربية أن زيارة المساعد الأول للمقرر الأممي استمرت لمدة 3 أيام وكانت فرصة التقى فيها مجموعة من فعاليات المجتمع المدني والمسؤولين المحليين بالمنطقة وخاصة العيون. وبحسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
الأمة، فإن الزيارة عادية وتندرج في إطار انفتاح المغرب على الآليات الأممية المتعددة. يومية المساء كتبت في صفحتها الأولى من عدد يوم غد الخميس في تطور جديد لملف الصحراء: استبق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجولة المقبلة من اللقاءات التي تجمع الوفد المغربي بجبهة البوليساريو بتعيين قائد جديد لبعثة الأمم المتحدة المينورسو في الصحراء. وأعلن بان كي مون تضيف المساء يوم أمس تعيين الجنرال الأندونيسي إمام إيدي مولينو قائدا لقوة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء خلفا للجنرال البنغالي عبد الحفيظ الذي انتهت مهامه على رأس البعثة. يومية الأخبار تطلعنا في عددها الصادر يوم غد الخميس أن جنديا جزائريا على الحدود الجزائرية المغربية أقدم ليلة الاثنين الماضي على إطلاق النار على فتى مغربي يبلغ من العمر 16 سنة في التراب الجزائري على بعد مترين أو 3 أمتار من الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر. وكشفت الأخبار أن الضحية أصيب بعيار ناري في الفخذ. عائلة القاصر المغربي أكدت أن ابنها نقلته السلطات الأمنية الجزائرية إلى مستشفى تلمسان حيث يرقد في وضع صحي حرج. ومن يومية الصباح نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس، حيث سلطت الضوء على عادات وتقاليد من المجتمع الصحراوي، وكتبت عن عادات خميسة والسيق، وذكرت اليومية بأن النساء في المناطق الصحراوية تواظب على ممارسة مجموعة من الألعاب النسائية من بينها خميسة والسيق التي تكاد تعتبر من بين الطقوس والعادات. وأوضحت الصباح بأن لعبة خميسة على رأس الألعاب التي اعتادت نسوة الحي الواحد أو ما يعرف بالفريق لعبها، وذلك باستخدام 5 قطع صغيرة من الحجارة النظيفة، وهي لعبة تستند إلى مهارة التركيز إذ تعمل لاعبة خميسة على التقاط الحجارة التي يتم تقاذفها في الهواء، وذلك بشكل متناغم يحول دون إسقاطها، وفي حال وقوع العكس يعتبر ذلك بمثابة هزيمة أمام الفريق المنافس. وإلى جانب لعبة خميسة، تعد لعبة كرور من بين الألعاب النسائية التي تساعد الفتيات على الاستعداد لممارسة الألعاب الأكثر تعقيدا، وتتمثل فكرتها في محاولة ملء مجموعة من الحفر بالحجارة أو بنوع من الثمار، وهي لعبة مسلية تمكن الفتيات من فهم الألعاب الأخرى مثل السيج وغيره من ألعاب البالغين. سوى نهاية النشرة تنقلنا إلى أجواء السهرات الفنية التي أقيمت على هامش مهرجان أسبوع الجمال البقليميم، والتي فاق متتبعها في آخر حفلتها 80,000 متفرج. الصور من توضيب أحمد سالم الكين. وفي بلاغ توصلت القناة بنسخة منه يعلن فيها السيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة بأن عملية تسجيل الضحايا وأبنائهم بمؤسسات التكوين المهني ستنطلق ابتداء من يوم الأربعاء 27 أغسطس 2013 إلى غاية يوم الأربعاء 4 شتنبر 2013، وذلك من الساعة 7 صباحا إلى 2 زوالا بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة
الكائن بشارع لاله ياقوت رقم 2 بالعيون. وللمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان. ونختم النشرة بورقة أحوال الطقس المرتقبة ليوم غد الخميس، حيث ستظل السماء صافية لقليلة السحب بباقي المناطق. درجات الحرارة ستعرف بعض الارتفاع مقارنة مع البارحة. الرياح ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى غربية بباقي المناطق. فيما يخص درجات الحرارة، ستتراوح الدنيا ما بين 16 درجة بكليميم والزاك و22 درجة بأوسرد. بينما ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 37 درجة بأوسرد و23 درجة بسيديكم. حالة البحر بالواجهة الأطلسية، سيكون البحر قليل الهيجان ما بين طرفايا والداخلة وهائجا جنوب الداخلة. شروق الشمس بمدينة العيون سيكون بحول الله على الساعة 7 صباحا و33 دقيقة، وغروب على الساعة 7 مساء و13 دقيقة. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة ستصل إلى 27 درجة بالرباط، 38 درجة بنواكشوط، و27 درجة بباماكو، 28 درجة بنواذيب، 40 درجة بزويرات، 42 درجة بآثار والربوني، 45 درجة بتودني، و36 درجة بتندور. نهاية هذه النشرة، ونذكركم أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعة على موقعنا على الانترنت snf.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوكاس.com. ويمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. وغدا ستلتقون مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
تحت شعار تثمين الصبار أداة رافعة للتنمية. تنظم جمعية لبيار للتنمية الفلاحية والبيئية بشراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية والمديرية الجهوية للفلاحة وولاية جهة قليمين السمارة وجماعة لبيار، النسخة السادسة لمهرجان لبيار. أنشطة اجتماعية وثقافية وعروض فنية وتنشيطية ومسابقات رياضية. مهرجان لبيار من 30 غشت حتى فاتح سبتمبر 2013. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم وسهلا وهلا في حلقة جديدة من برنامجكم مقام من الطرب الحساني اللي عودناكم عليه، اللي ضيوفنا فيه الليلة فنانة من الشقيقة موريتانيا المحفوظ والبوب جدو وحرموا النان من تنان، والليلة نتكلموا فيه عن مقامات من الموسيقى وعن الغناء. والليلة اللي هنا بدأوا مع كيف ما معروف عن كل فنان له يبدأ الزوان يبدأه من المقام الأول، ومعروف على المقامات خمسة: كر وفاقو والكحال والبياض والبتيج، وهذا معروف عن كل واحد منهم عنده جامبة بيضة واحدة كحلة. الجوانب الكحل على التوالي انتماس وتن الدوقة وسني متهيبة وغوراس وبيقي، والبيض مكة موسى انتماس مكة موسى وعراي سروز ونيامة ودينة والعتيب. اللان بعض المدارس يقول عنهم الأربعة يا غير مولي ذاك في شيء ما أننا مختلفين، يقول عن خالق اللاكر وفاقو وسنيمة والبتيت وجامبة القنيدية اللي بعض من الناس يقول لها العاقر وبعض يقول العقر، وذيك العاقر والعقر معناهم واحد لا اختلاف لهجات المناطق. ومعانا الليلة في الحلقة هذو الضيوف الكرام، فنانة من الشقيقة موريتانيا من مدرسة البوبة جدو، ومعروف عن الفنان يبدأ دائما من كحال كر، والليلة عندنا طريق الكحل في كحال كر ولا هنا بداوها.